هلا من جديد، حصلت مجموعة بروبرتي فايندر للعقارات على تمويل جديد بقيمة 20 مليون دولار كرأس مال من قبل شركة سويدية، وصرحت المجموعة بأن هذا الاستثمار أسهم في رفع قيمتها إلى 200 مليون دولار، وستقوم الشركة باستخدام التمويل الجديد في تطوير تقنياتها وتعزيز جهودها التسويقية. أكد البنك الدولي أن أكثر من 4 مليارات شخص في العالم محرومون من خدمة الإنترنت، ما يعمق الهوة الرقمية الموجودة حاليا. وبحسب البنك احتلت الهند المرتبة الأولى بين البلدان المحرومة، تلتها الصين ثم إندونيسيا. ارتفعت حدة الجرائم الإلكترونية والقرصنة خلال العام الماضي، مما تسبب في خسائر ضخمة لعدة شركات كبرى وصلت إلى نصف مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر حتى تصل إلى تريليوني دولار في عام 2019 بحسب شركة جونيبر للأبحاث.